عند لحد دلوقتي تمام يا باشمهندس. جميل. خلينا ناخد نقطة كمان. احنا كده اتكلمنا على الاكسس واتكلمنا على الميموري هي continuous ولا لا. طيب خليني اسألكو سؤال، هي linked list كده هل هي بتتعمل او المكان بتاع الداتا دي في الهيب ولا في الستاك كميموري؟ واعرف منين؟ الستاك اعتقد، علشان حلو. هي عشان انا مش عارف هي يعني نهايتها فين، او هي خلصت ولا ما خلصتش. طب انا هسألك سؤال، خلينا نفكر بطريقة، هل انت بتعرف اصلا ازاي انها تبقى على الستاك ولا الهيب؟ الستاك ايه بيبقى اللي فيه حاجة، بيخلينا نعرف؟ الستاك بيبقى يعني على ما اعتقد ان هي بتبقى فيها حاجات اللي هي انا مش عارف المساحة بتاعتها قد ايه، مش محكومة بالنسبة لي، لسه مستني مثلا حاجة تانية هتجيلي. غالبا دي معلومة خاطئة حد قالها لي، بس الهيب هو اي حاجة بيحصل لها كرييشن في الران تايم، الران تايم، صح. يعني هي مش عارفة انا هتعمل امتى ولا فين ولا ازاي، بس انا ممكن ما تعملش اصلا، او ممكن اكون حاطة اف كونديشن لو هو ما ضغطش نكست يبقى انا مش هكرييت النود دي. فده الحاجات اللي بتتعمل في الهيب. انما الستاك لا، هو انا ببقى عارفة من قبل ما اشغل البرنامج، يعني هو بيكومبايل عارف ان الاوبجكت عشان يكرييته محتاج 4 اماكن ولا 4 بايت ولا 10 بايت او وات ايفر، وده اللي هيتحط. فاول ما يجي يبدا البرنامج كده بيالوكيت على طول، فهو بيبقى عارف كل حاجه. فاحنا بالنظريه دي او بالكونسبت ده كده اللينكد ليست بتتكريت على الهيب ولا على الستاك؟ تأكد على الهيب بقى. حلو. على الهيب عشان احنا بنقول حاجة، عشان احنا بنقول ان اي نود جديد انا مش عارفة يعني لو الكرييشن ده كان بيحصل في الران تايم، فانا كده يبقى اكيد 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 انا في الهيب. انما ممكن اخليها برضو ستيل على الستاك، عارفين ازاي؟ فلنفترض انتوا مش احنا عارفين ان اي بوينتر، مثلا انا معايا بوينتر اكس، مش البوينتر ده ممكن اخليه يشاور على ادرس بتاع حاجة تانية موجودة على الستاك، واي واي مثلا. سوري، هي واي انا بعمل سوري. مش احنا عندنا انت بوينتر واي مثلا، سوري اكس. حلو. انا الاكس دي مش ممكن اخليها تشاور على حاجة موجودة على الستاك، صح؟ يعني دي موجودة على الستاك، ده موجود على الستاك ولا على الهيب؟ لا ده موجود على الهيب على الستاك. الأول ولا التالت؟ موجود على الستاك. اقول لك تاني، بص، في فرق. الاكس دي موجودة على الستاك، اللي بتشاور عليه ما نعرفش هي بتشاور على ايه دلوقتي. يعني الاكس والواي موجودين على الستاك، تمام، انما الاكس نفسها بتشاور على ايه ما نعرفش هي دلوقتي. هنعرف من السطر ده هي بتشاور على حاجة موجودة في الستاك ولا بتشاور على حاجة موجودة في الهيب. وصلت المعلومة دي؟ يعني انا البرنامج من اول ما يبدأ هو عارف ان هو عنده حاجة اسمها اكس، وده بوينتر، والسايز بتاعه هو السايز بتاع البوينتر ده، موجودة ومعروف خلاص. انما اللي جواه اللي هو الفاليو بتاعته دي، هو الادرس بتاعه ده الادرس بتاع حاجه موجوده على الستاك ولا حاجه بتاع حاجه موجوده على الهيب. نعرف منين؟ هشوف السطر التالت ده. السطر التالت ده كان بيقول له الاكس انا بشاور على الادرس بتاع ايه، بتاع واي. الواي ده مين؟ على الستاك، صح؟ يبقى كده تمام، يبقى كده ده على الستاك. طيب لو انا بقول ان الاكس دي بتساوي نيو انت،
يبقى ساعتها الاكس دي بتشاور على فاليو في الهيب. جميل. فانا من المنطلق ده ممكن اكريت لينكد ليست كلها موجودة على الستاك. فلنفترض مثلا ان انا عندي اوبجكت اسمه ابل ايه، واوبجكت اسمه بوك بي، وكل دول موجودين على الستاك. حلو. واعمل لينكد ليست. جميل. اللينكد ليست دي مثلا فلنفترض ان الهيد بتاعها بيشاور على الاي، والاي دي اقول لها النكست بتاعك هي البي، والبي دي اروح اقول له ان النكست بتاعك هي البي. طيب هل اللينكد ليست دي كرييتد في الهيب؟ لا، هي الاليمنتس اللي جواها بتشاور على اليمنتس موجوده في الستاك. دي بس ايه معلومة كده تريكي عشان تبقوا مستوعبين الميموري شوية. في حد كده وقع مني في الحتة دي؟ لا تمام يا باشمهندس. جميل. طيب ايه تاني؟ جميل. والاري نفس الكلام طبعا. الاري لو انا بقول له الاري كده كده، يا اما انا بقول له انت الاري ستاتيك، انا بقول لك الاري انت اوف كام بالظبط، انت خلاص هو كده تلات اماكن، ده كده ستاتيك معروفه في الكومبايل تايم. او ممكن اروح اقول له ايه، هو ده غالبا في بوينت بس يعني anyway. لا مش محتاجة احط بوينت. الانت ده ممكن اتأكد لكم منها بس عشان السنتكس. او ممكن اروح اقول له ايه، اروح اقول له array بت equal new انت في 3، ده كده اتحط الاماكن اللي هو بيشاور عليها هي دي في الهيب، انما الاماكن دي اتحطت في الستاك. تمام. يعني من الاخر مش معناه مش لازم يعني ان انا كل حاجه تتحط في الهيب او الستاك، بس هتلاقي ان المعظم طالما انا اللينكد ليست هضيف وهشيل وهحط في الران تايم، فاكيد اكيد انا مش هستخدم الاليمنتس دي، مش معموله من في مش معموله في الستاك. اكيد انا شغاله في الران تايم فهضيف شويه حاجات زياده، فالحاجات الزياده دي غالبا كرييتد في الران تايم. فعشان كده لو في حد قال لك هي موجوده في الران تايم ابقى عارف يعني او مستوعب الموضوع ده جه منين ولا فين ولا ازاي. طيب احنا كده اتكلمنا على الاكسس بتاعها والالوكيشن بتاعها. حلو. طيب انا لو عايزه اعمل انسرت وديليت او سيرش، ودي الاوبريشنز اللي غالبا في اي داتا ستراكشر بحتاج، اصل انا معايا كوليكشن اوف داتا. حلو. فانا هبقى مطلوبه او معظم الاوبريشنز اللي انا هحتاجها هتبقى عباره عن ايه. انا عايزه اضيف داتا جديده، عايز اشيل داتا من الكوليكشن دي، او انا عايز اسيرش، او انا عايز افايند الانث اليمنت اللي هو الاليمنت رقم الكام في الترتيب. طب انا عايز اشورتهم، طب انا عايز اللي هي الاشياء دي. تمام. فخلينا ناخد ايه الثلاثه بيزكس، ان انا بانسرت وانا بديليت وانا بسيرش. تعالي نشوف الثلاثه دول في اللينكد ليست بيبقوا شكلهم عامل ازاي. جميل. طيب اللينكد ليست عامة زي ما انا قلت هي عبارة عن نود فيها الداتا وفيها البوينتر اللي هيشاور على مين، على النود اللي بعدها، والداتا ويشاور على اللي بعدها، وهكذا وهكذا. حلو. جميل. ونفترض ان اخر واحد ده ما بيشاورش على حاجة خالص، وده حاجة كده انا حطاها اسمها الهيد. الهيد ده ايه؟ عباره عن بوينتر بيشاور لي بس ايه مين اول واحد فيهم يا جدعان، يعني ايه اول الليسته مين اول واحد فيهم، عشان بس انتوا عارفين ان اول واحد ده لو انا مش لاقياه هقعد ادور عليه بس، وان انا لو اللينكد ليست فاضيه فالهيد ده مش بيشاور على اي نود خالص، بيشاور على نود. منطقي. طيب انا دلوقتي لو عندي نود جديده وعايزه اضيفها في الليست دي،
الليستة دي فيها 4 elements، فلنفترض ان الداتا دي 1 2 تلاتة أربعة، وده الرقم الخامس مثلا. حلو، عايز اضيف النود دي. اولا انا عندي كذا اختيار، وعلى حسب طبعا ايه الراجل عايز يضيفها فين. هل انا عايز اضيفها في الاول؟ هل انا عايز اضيفها في النص؟ هل انا عايز اضيفها في الاخر؟ جميل، فانا عندي ايه 3 options. فلنفترض ان احنا هننسرت في الاول، ماشي، ان انا كل element يجي لي جديد فانا بضيفه في الاول، بضيفه في الاول، بضيفه في الاول. فانا لو عملت كده ايه الاستراتيجي بتاعتي عشان اضيفه؟ تعالوا نفكر، تعملوا ايه بقى؟ ده شغل شوية pointers. ممكن حد كده يجي يفكر معايا، انا النود دي عايزة اضيفها في الاول، اعمل ايه؟ ما تخافوش يعني هساعدك. يعني النقطة ماشي، اللي هي دي 5 ديت هتاخد الأدرس بتاعت الدي وان وتحطه في النكست عندها. يعني النكست بتاع دي عايز تخليه يشاور على دي، صح كده؟ تمام، حلو، وخلي إن الهيدر بيشاور على الدي 5. الله ينور عليك. والهيد ده يشاور على دي، فالهيد ده ما بقاش يشاور هنا، بقى يشاور على دي. فكده بالظبط بالظبط كأن الهيد لما اجي اقول له ايه اول element عندك، هيروح يقول لي 5، بعد كده 1، بعد كده 2، بعد كده. حلو، بالظبط. فدي اول حاجة. طيب فلنفترض ان انا بقى ايه open one عنديش control set. طيب ليش بعمل كنترول زد؟ فلنفترض طيب ان انا عندي المثال التاني، ان انا عندي نود كمان وعايزة اضيفها، مثلا فالنود دي رقم 6، وعايزة اضيفها الاندكس التالت، او خلينا الرابع عشان ايه يبقى، يعني انا عايزة احطها هنا، يعني يجي لي 1 2، يعني الارقام بتاعتها تبقى 5 1 2 3 6 4، انا عايزة اضيفها هنا في النص، اعمل ايه؟ خلي النكست بتاع دي 6 يشاور عليه النكست بتاع دي 3، وخلي دي 3 تشاور على دي 6. عايز اعمل كده، وبعدين اخلي النكست اللي مشاور النكست دي 3 تشاور على دي 6 بقى. اوكي جميل. طيب انت قلت لي دي الاول، وبعد كده دي الاول، وبعد كده التاني اللي بعديه. هل الترتيب ده، حد يقول لي بقى غيره، هل الترتيب ده صح ولا المفروض يتعكس؟ حد من زمايلك كده، هل مفهوم. الترتيب اللي هو قاله ده، ان انا اشاور على دي وبعد كده احط دي، هل الترتيب ده صح ولا مفهوم. المفروض اعكسه؟ طب هو انا لو عكسته ايه اللي هيحصل؟ انت بتقول ان هو صح، طب انا لو السلسلة عكسته ايه اللي كلها هيحصل؟ هتضيع، الحتة اللي قبلها كلها هتضيع، لأن أنا كده ضيعت ال D4 من ال D3 أصلا. يعني انت D4 عايز هيحسب ال بتقول D6. لو انا جيت هنا من الدي 3 وخليته يشاور على دي، مش هعرف اشاور كده؟ لو خليت في الأول إن ال D3 تشاور على ال D6 مش هعرف اه أجيب ال D4 تاني. جميل، حلو اوي. طبعا انتوا فاهمين ليه انا مش هعرف اشوفها، لان المكان الوحيد اللي كان بيشاور عليها الدي 3 هو مين؟ اللي بيشاور على الدي 4 هو دي 3. فانا لو مش عارفه، لو انا ما خدتش الادرس ده خلاص هيضيع مني، فالترتيب ده صحيح. جميل، دي حاجه. طيب الاوبشن الثالث، ان انا عندي نود جديده، فلنفترض ان دي 7، وعايزه اخليها تشاور في اخر حاجه، احطها من الاخر خالص، اعمل ايه بقى؟
هنعمل ايه عشان نحطها في الاخر خالص، يعني من الاخر خالص بمعنى الاقي 5 1 2 3 6 4 7، 7 دي تتحط في اخر واحدة. خلي النكت، قول 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 يا احمد سامح. نفس اللي حصل في الهيد، هم. ان احنا نقول ان ال D4 next بتاعها يبقى D7، وبعد كده نحط ليها التيل. انت بتقول عايز تخلي الدي 7 مالها؟ ال D4 next بتاعها تبقى D7، حلو. وبعد كده هناخد التيل يشاور على ال D7. بس انا ما عنديش تيل. مش ده آخر حاجة عندنا؟ بس انا ما عنديش غير حاجة بس في لينكد ليست اسمها هيد، ما عنديش حاجة اسمها تيل. باي ذا واي، يعني بما انك قلت التيل، اللينكد ليست اهم بيزك حاجة تكون موجودة في اللينكد ليست هي الهيد. التيل ده ممكن يبقى موجود عشان يساعدنا او ممكن ما يبقاش موجود، مش مشكلة، يعني ممكن اتصرف من غيره، وممكن احطه عشان يسهل. فالحل بتاعك لو انت كن لو احنا كنا حاطين فعلا تيل. طيب لو انا كنت عايزة ما احطش تيل اصلا وكنت معيش غير الهيد، اعمل ايه؟ ان النكست بتاعت الدي 7 هتبقى نال. ماشي، بس انا يعني انا ماشي ده كده كده اصلا بنال اوريدي. هو المفروض لو انا ما اديتوش نال هيبقى جاربج. لا، هو وانا بكريت افترض ان انا دايما البوينتر بتاعي بيبقى بنال، يعني انا مش بعمل حاجه بجاربج. الجاربج بيبقى الديفولت، او اول ما بكريت حاجه بتيجي بالديفولت حاجات بتاعتها. الديفولت لو بوينتر يبقى نال، لو ارقام تبقى بزيرو وهكذا، يعني انا بانشالايز كل حاجه. فلنفترض دلوقتي ان هي فعلا اوريدي بنال، فانا ساعتها اعمل ايه؟ اخليها ازاي تشاور على اخليها ازاي اخر حاجه في الاليمنت؟ هو المفروض هيتريت من الهيد لحد ما اوصل على دي 4. هعرف ازاي؟ بان انا الاقي النكست بتاعتها بنال. الله ينور عليك، بالظبط كده. اصلا لو انتوا خدتوا بالكم، احنا عشان نيجي نحط النود اللي هي بتاعت دي 6 دي، كان احنا عرفنا نوصل ازاي ان احنا عايزين المكان ده. كنا احنا خدنا الهيد وقلت له هات النكست بتاعك، بعد كده النكست، بعد كده النكست، بعد كده النكست. اول ما لقيت ان انا عديت خطيت 4 مرات، فيبقى ساعتها انا اقدر اقول له ان النكست بتاعك المفروض هيتحط هيبقى هو الست. بس لما جينا مشيناها بالترتيب اللي الباشمهندس قال عليه، 1 2. فاحنا اصلا عرفنا المكان ده ازاي؟ عن طريق الهيد. نفس الطريقة عشان اضيف الدي 7، عشان اعرف اصلا المكان كنت لازم امشي اخلي الهيد تمشي. هي الهيد مش هتمشي، بس انا هاخد منها حاجة كوبي منها واتمشى عليها، واروح اقول له بص شايف الهيد ده، اعمل لي كوبي منها كده وتمشى كده عند 5 1 2 3 6 4. ايه ده؟ بعد الـ4 مفيش؟ يبقى انا اتأكدت ان الـ4 دي اخر حاجة في الليست. فساعتها اخلي الـ4 تشاور على الدي 7. خلاص كده انا خلصت، تمام كده. فانا دايما كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل حاجة زي اروح اقول له، فلنفترض ان احنا عملنا حاجة اسمها current pointer اللي ده بيشاور على الهيد، وده في اول حاجة عشان انا ايه عايزة start وهتمشى من الاول، واخلي الكرنت ده يجيب مين؟ النكست بتاعه. وهقعد افور لوب كده لحد امتى؟ هجيب النكست 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 لحد امتى؟ لحد ما الام شغال على الموضوع. جميل، هي فور لوب او وايل مش فرق. بس لو انا وايل يبقى انا هقعد اتمشى لحد امتى؟ لحد ما هو باي ذا واي هي ده الكرنت، يعني الكرنت هيساوي الكرنت بيساوي النكست، يعني النكست بتاع الكرنت. فانا هعمل كده لحد امتى؟ لحد ما الكرنت بتاعي النكست بتاعه يكون بمين؟ بنال، نال بوينتر، صح كده؟ فيبقى انا كده انا واقفة على نود
النكست بتاعها هو النال، يبقى بس كده انا مش هعمل حاجة تاني، انا هقف هنا ويبقى انا خلاص كده الفور لوب خلصت. فانا كده يبقى انا واقفة على الدي فور، هروح اقول له اذا الكرنت ده خليه للنكست بتاعه بمين؟ بالدي فور، دي سفن اللي انا النود الجديدة اللي انا ضفتها، بس كده. جميل. ودي الانسرت. هل في اي مشاكل لحد دلوقتي؟ جميل. الديليت نفس الطريقة تقريبا، هنستخدم الهيد ان احنا نتمشى من الاول للاخر، واول ما اوصل على المكان اللي انا عايزاه اخد بالي قبليها بخطوة، يعني وانا بسيرش اخد بالي قبليها بخطوة. ليه بقى؟ عشان انا النوت دي اصلا المفروض تتشال، فانا لازم اشوف مين اللي قبلي ولينكو باللي بعد، انما انا هقع من النص. يعني مثلا فلنفترض ان انا النوت دي عايزه اشيلها، اللي هي دي ست عايزه اشيل، اعمل ايه عشان اعرف اصلا ان دي ست؟ فلنفترض ان هو لما يجي يقول لي كده هسيرش عليها، مثلا هروح اقول له سيرش على دي ست، فهو لما يجي سيرش على دي ست هيعمل ايه؟ هجيب برضو الكرنت صح، ويروح يقول لي سويه لي بالهيد. فانا كده ايه، هتمشى من اول واحد، فهتمشى هنا، اروح هنا عند دي خمس، اروح اقول له وايل ان الكرنت ده ارو الفاليو بتاعته كان بتيكوال ايكوال للدي ستة، طول ما انا مش بايكوال للدي ستة كمل. هي باي ذا واي هي دي نوت ايكوال، يعني طول ما انا مش بايكوال، عشان انا اول ما هيكوال هبريك يعني. بس anyway فده لما انا كنت هنا بقول، انا بقول له طول ما انت مش دي ستة، طول ما انت الفاليو بتاعتك مش دي ستة اعمل ايه؟ هات النكست بتاعك صح، فاقول له الكرنت هيساوي الكرنت ارو نكست صح كده. فانا اقول له ايه، كمل 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 كمل. اول ما توصل المفروض ان انا لو عملت كده وقلت له وصلت، ايه ده انا وقفت الكرنت بتاعي الفاليو بتاعتها دي ستة، يبقى انا الكرنت بقى واقف هنا، فالمفروض النوت دي هي اللي تتشال، واقول له اللي قبله خلي اللي بعد بعدي يشوفني صح. بس انا اصلا ما عنديش اي لينك يقول لي انا مين اللي قبلي صح، عنديش انا حاجة كده، عنديش حاجة تقول لي اللي قبلي ده انا عايزاه اروح له وبعد كده اروح ارجع له. يعني اللينكد ليست دي مشكلتها انها بيسموها سنجل لينكد ليست، هو طريق رايح مش راجع، يعني لو خطيت خطوة ما اعرفش ارجع تاني، خطوة واحدة ما اعرفش ارجع. فالحل بقى في الكود ده عشان اصلحه اعمل ايه؟ ان انا بص على النكست النكست، يعني ابص على النكست مرتين، يعني الوك اهيد مرتين، يعني ابص قدام مرتين. فانا لما اجي ابص واروح اقول له الكرنت فاليو بتاعه الست، انا مش عايزه الكرنت بتاع ده، انا عايزه الكرنت بتاع النكست. فانا لما ابقى واقفه هنا اقول له هات لي النكست، هل النكست ده الفاليو بتاعته ستة؟ يبقى انت كده وقف، وهي ده التعديله الوحيده اللي هتعدل في الكود ده وتظبطه.